ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول لمجلس أمناء الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد بحضور عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض عددا من أنشطة الصندوق خلال عام 2023، وتمت الإشارة لجهود الصندوق في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم العمل على تنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان في القرى المستهدفة، وتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن.